السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم وكل خبر جديد يوصل لحضراتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. ويلا بينا دلوقتي نشوف الخبر الجديد اللي معانا يا ترى ايه. طبيبة توضح كيفية التخلص من دهون البطن. أوضحت الدكتورة أولجا ديتكوفا خبيرة التغذية الروسية كيف يمكن التخلص من دهون البطن ولماذا تؤثر سلبا في الصحة. وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفستي الروسية للأنباء إلى أن دهون البطن أخطر من الدهون التي تتراكم في منطقة الفخذين التي تعتبر محايدة وتأثيرها جمالي فقط. تقول: تعني الدهون في محيط البطن أن الأعضاء الحيوية في تجويف البطن محاطة بطبقة دهون، وهذه الدهون تسبب تغيرات في عملية التمثيل الغذائي وتساعد بصورة خاصة في ارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب، وتعتبر هذه الدهون موجودة إذا ما تجاوز محيط الخصر 90 سنتيمتر، لأنه بعدها تتراكم الدهون داخل البنكرياس والكبد وتطور النوع الثاني من مرض السكري ومرض الكبد الدهني وحتى كسور الكبد. وتشير الطبيبة إلى أن التدخل الجراحي لا يحل هذه المشكلة، لأنه عند إجراء مثل هذه العملية الجراحية يزيل الجراح الطبقة الدهنية التي تحت الجلد فقط وليس الدهون الحشوية التي تحيط بأعضاء الجسم الداخلية. أي يجب تغيير نمط الحياة وممارسة التمارين الرياضية يوميا. وتقول: يجب أن يصف الطبيب المختص حمية غذائية تحتوي على ما لا يقل عن 1500 سعرة حرارية يوميا، وإذا كانت الدهون متراكمة في منطقة البطن يجب تخفيض الوزن تدريجيا بحيث لا يزيد عن 2.5 كيلو جرام في الشهر، لأن تغيير عملية التمثيل الغذائي مهمة صعبة للكبد المحمل بعبء الدهون الداخلية. لذلك يصف الطبيب عادة أدوية معينة لتخفيض الوزن، لأن مشكلة دهون البطن تكون معقدة بسبب أمراض أخرى. وفقا لها، لا تنفع تمارين البطن في حل مشكلة دهون البطن، بل يجب ممارسة تمارين رياضية خفيفة زي المشي وركوب الدراجات والسباحة 3-4 مرات في الأسبوع لمدة 30-40 دقيقة في كل مرة، لأن عملية حرق هذه الدهون تبدأ بعد 30 دقيقة. ومن الضروري مساهمة الأطراف السفلى، لأن العضلات الكبيرة تجبر الجسم على إنفاق طاقة أكتر. وتقول: يمكن ملاحظة التغير الحاصل بصريا بعد شهرين من بداية عملية التخلص من دهون البطن، وبعد 5 أشهر سيفقد الشخص حوالي 10 كيلو جرام من وزنه، وهذا أمر طبيعي لأن عملية تخفيض الوزن مرتبطة بتغيير عملية التمثيل الغذائي، وعادة ما ترافقها حالات عدم الالتزام بالحمية الغذائية. ودلوقتي وصلنا لنهاية الخبر. وأقول لكم برضو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. وإلى اللقاء في خبر جديد في قناة عبير عامر. إلى اللقاء.